ما حسيتش في اي لحظه، في اي لحظه انا بحط نفسي مكانك انك عايز تطلع بقى تقول لا كفايه كده انا مش قادر، انا مضغوط، انا عايز اشارك، انا يا جماعه انا اسم كبير في النادي الاهلي ومنتخب مصر، انا بحترم جدا النادي الاهلي بس انا برضو عملت اسم؟ مفيش اي لحظه غضب انت حسيت بيها في اي وقت من الاوقات؟ والله كتير يعني، كتير يعني كنت بشعر بالغضب، لكن اوقات بصبر نفسي يعني، ودايما كنت بحاول اطلع الدقيقه ديت او الزعل ده في التمرين، ان انا اتمرن بشكل اكتر، اتمرن فترتين مع نفسي واوقات ثلاث في اليوم، بحاول احسن من نفسي، لكن في الاخر مش اخلاقي، او ان انا اعمل رد فعل مش كويس، او ده اللي انا اتربيت عليه في النادي الاهلي يعني. صحيح.